السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده هعمل لكم الفته البيضه بالتومه. انا سلقت اللحمه كده، عطيتها غلوه ورميت الميه بتاعتها وعملت ميه جديده اهي، على اساس بتروح الريم بتاعها الريم الاسود. بعد كده رحت عامله الرز. نسيت اقول لكم، حطيت بصله وورق راولي ومعلقه خل وسبتها تغلي بقى على بال ما تستوي نعمل الرز. هنا حطيت المادة الدهنية، بتحطي حسب رغبتك. انا حطيت معلقتين زبدة ومعلقة زيت وحطيت كوبايتين مية على قد كوبايتين الرز اللي هعملهم. وبعد كده سبتها تغلي، ما بتحطيش طبعا الملح. هنا بعد ما غلت بحط الملح، معلقة ملح، معلقة خل عشان يبيض الرز. بتحطي الرز وبعد كده بتسيبيه بقى على نار واطية. بعد ما يغلي تسيبيه على نار واطية. تعالوا بقى نعمل العيش، نحضره على بال ما الرز يستوي. بنقطع العيش، انا قطعته بالمقص يعني اسهل من السكينة. بتقطعيه كده مربعات، تكوني حاطة المادة الدهنية على النار. هنا حطيت الزبدة مع الفلفل، رشة الفلفل دي بتدي ريحة حلوة قوي للعيش. وحطيت العيش اهو، بتقلبي فيه لغاية ما يتحمر معاكي. والله ريحته جميلة قوي. بصي هنا بتبتدي بقى تحمري فيه. هنا بعد ما اتحمر واخد اللون الذهبي بتحطي بقى الشوربه. كانت اللحمه بتاعتنا استوت، تحطي بقى الشوربه والرز. والرز بتاعنا مفرفر وجميل. بتوزعي الرز وبعد كده بتحطي بقى السمنه مع التومه، بتحمريها. انا حمرتها بسيط قوي عشان ما تبقاش تاخدش اللون الجامد ده. تقلبيها شوية وبتضيفي الخل بعد كده، المقدار حسب رغبتك، بس ما بتغليش الخل عشان ما يبقاش حامي. بعد كده بتقلبي كده شوية وبتطفي عليها، بتوزعيه على الرز بالطريقة دي. بتحطي رشة فلفل وبتوزعي اللحمة على القالب زي ما انتوا شايفين كده، وجنبيه طبق الشوربة بالليمون. ايه رأيكم؟ يا رب تكون الطريقة عجبتكم، ومع السلامة.